السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناه سلمى تاكوليتي. اذا كنتم جديدين في القناه فاهلا، انا سميتي سلمى، واذا كنتم قدامين فمرحبا بكم معايا مره اخرى. الفيديو ديال اليوم ما نطولش بزاف في المقدمه، حتى الفيديو غيكون شتيت طويل وانا ما كيعجبونيش الفيديو الطوال بزاف. فالفيديو كما قريتو في العنوان غادي نجرب الوصفات ديالكم اللي غريبه واللي فريمون حمقه. حطيت لكم في الانستغرام ستوري وقلت لكم حطوا لي الوصفات الغريبه اللي كتاكلوهم انتوما، نتوما ما قصرتوش ما شاء الله، حطيتوا لي ليسته كبيره اللي ما عقدرش نديرها كامله. المهم اختاريت شي 5 ولا 6 ديال الوصفات اللي غادي نبارطاجيهم في هذا الفيديو هذا اللي كتشوفوا. سو الناس بنات الدراري اللي ما غادوزوش في هذا الفيديو، اي ام سو سوري ما قديتش ندوز كلشي، ديك الساعه يجي الفيديو في 10 ساعات. ما اذا بغيتو ندير بارت 2 ما عليكم تكتبوه لي غير في التعاليق ونرجع عاوتاني للارشيف ونهز وصفات اخرين ونديرهم في بارت اخر. الفيديو هذا غيكون بالمشاركه ديالكم نتوما كما قلت لكم في الاول. وقبل ما نبدا بغيت نطلع التعليقات اللي كان من اجمل التعليق اللي قريتهم في الفيديو السابق. بغيت نقول لكم شكرا، وشكرا على التهاني ديالكم اللي وصلتني سواء انا على اليوتيوب سواء انا على الانستغرام سواء انا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ديال هنأتوني بوصول الدرع، شكرا لكم بزاف 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 بزاف. المهم منزيدش نطول اكثر في الهضره لان غندخل في مواضيع اخرى، وخلينا نبداو ديريكتومون في لا فيديو. اول وصفه غادي نجربوها هي الوصفه ديال هذا السيد، هذا سميتو علي. المهم غيطلع لكم هنايا الاسماء. مكرونيه نسلقوها ونشفوها ونقليوها. سو انا هنايا اوريدي سلقت المكرونيه، نمشي نقليها ونرجع لكم. سو هنايا حاولت نقلي المكرونيه، نقليتها وهي تلصق في بعضها، ما عرفتش علاش، واش هذا هو البرينسيپ ما فهمتش. المهم انا ما قالوا لي زيدي فيها لا ملح لا سكر لا والو، قال لي شدي المكرونيه سلقيها وقليها. هادشي اللي درت، سديتها سلقتها وقليتها، وخلينا ناكلوها. عجبتني خصها تملحها شويه وتشيبس التشيبس. الناس اللي ما عندهمش القدر يمشيو يخرجوا يشريو التشيبس، ها هو التشيبس في الدار، شدوا المكرونيه سلقوها وقليوها بالصحه والراحه. فريمون عجبتني هذه الوصفه هذه، مولا هذه الوصفه هذه انت رائع. ندوزو للوصفه المواليه. الوصفه الثانيه قالت لي هذه البنت هذه جو بونس بنت الله علم فاطمه الزهراء الفرياني 6، هاي قالت لي طيبي اندومي صفيها من الماء وخليها وخلطيها مع الشوكولات ديال الدهن، ومن بعد ديري معاها اي نوع من ديال اي نوع من الفواكه. سو هادشي اللي غادي نديرو. سو هنا جبت واحد القليل من الاندومي، ما ضفت له لا توابل لا حتى حاجه، التوابل ديال الاندومي هي مازال هنايا. فقالت لي ديري معاها شوكولاتات الدهن. سو غادي نستعمل معاها هاد الشوكولاته هادي، غادي نستعمل يعني كميه كميه. قالت لي خلطي معاها انواع الفواكه. سو انا غادي ندير الفواكه اللي كناكله حاليا، عندي هنا ماندالين غادي نزيدو هنا في اللي قطع، دونك غادي نديرو هكا وغادي نزيد معاه قطع الموز. حاولت انني نخلطها الصراحه، الشكل لا يشجع، ولكن انا سنتذوق. غادي ناخذ شويه من كل حاجه، شويه ديال الاندومي بالشوكولات، غادي ناخذ معاه قطعات ماندالين، وغادي ناخذ معاها قطعه موز، وبسم الله. وش زوينة، I love it. واعرة لا دابا ولات واعرة. وصفة ثانية تمت بنجاح. الوصفة الثالثة ديال بيمغ جار اي دونت نو، ما نعرف هاد الاسماء هادي ما مفهوماش. قالت لي ولا قال لي ديري داخل خبز باريزيان يعني الكمير باغيت بنانه غيجيك واعر. صافي غادي نجربو. صافي هنا عندي باريزيان، غادي ناخذ غير طرف صغير ما فيها اللي غامر، ومازال بزاف د الوصفات. صون المعده ديالي ما كتحملش بزاف. غادي ناخذ هاد القطعه هادي ديال باريزيانه، نجيب طبسي نحط عليه. صافي عندي هنا البنان، غادي نقطعوه طريف ونديرو وسط منو البنان ونجربو. نجربو، احنا خسرانين حاجه؟ لا ما خسرانين والو. نحاول نطبزها هكا شويه باش تجي تعرف الماكله، شنو نعرف الماكله. اوكي ولي هاي
ماشي خايبة عادية يعني ما نكذبش، باريزيان مع البنان ما جاتش شي حاجة دواو وما جاتش شي اختراع يعني يكون فيا الجوع ما طيحش عليا نوض ناكل انا ندير البنان وسط باريزيان وناكل. ما صراحة ما نغمتنيش ما نغمتنيش ما عجبتنيش يعني عادية عادية جدا. نفضل ناكل البنان بوحديتو والباريزيان ندير فوسطو شي حاجة اخرى وناكلو، علاش ندير فوسطو البنان؟ اين هو اللوجيك؟ ندوزو الوصفة الرابعة. سو هاد الوصفة هادي خصها شوية د الوقت خصها طيب. قاتلي هادي باينة ماشي مغربية، فاطم تيغي ان اس، خدي رغيف خلي فوقها معجون طماطم وجبن، امسحيهم على رغيف ورشي زعتر وخليها بالفرن الى ان يتغير لونها وكليها. اوكي لا تراي ات. سو هنا عندي رغيف، هذا الرغيف هذا حيت ملي قالت رغيف انا 100% كتقصد هذا الرغيف هذا. غنديرو غادي ندير فوق منه معجون الطماطم، قليل من المعجون الطماطم. اوكي هي ما شرحتش الفكره بالضبط كيفاش خصها دار، مي انا غادي ندير داكشي اللي فهمته. غادي ندير فوق منها الجبن، غادي ندير قطعه واحده يا غيري دير بزاف. غادي ندير اصلا رغيفه واحده ما عنديش بصح الا جوج بنينه نقدر نعتمدها في حياتي العاديه. نديرو الجبن هكا، انا اصلا حسيتها تجي بحال مذاق البيتزا يعني ما عرف. ونديرو فوق منها شويه زعتر، زعتر مي زعتر، وغادي نحاول نلويها هكا. اوكي بهذه الطريقه هذه غادي نحطها في الفرن قالتلك الى ان يتغير لونها وكليها بالهناء والشفاء. هو هذا الرغيف هذا ما تغيرش اللون ديالو ولكن ولا مقرمش، فبان لي الجبن داب بان لي كلشي تعوض، فما خليتوش يزيد اكثر خاف دابا يتحرق. حيت انا اذا تحركت من الكوزينه ومشيت لشي قنت اخر دونك غادي يتحرق. سو خلينا نجربوها نشوفوها واش غادي زوينه ولا لا. يا بسم الله شو من هنا كي جات. بسم الله. بحال اللي قلت لكم في الاول مذاق ديال البيتزا، الجبن ورز زعتر ولاصوص طوماط مع هذا الخبز هذا ولا هذا العيش هذا، جا بيتزا 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 باقل تكلفه. عاد التجربه كنشوف راسي غنجربها شي نهار، علي نجربها شي نهار مره اخرى وكذا من التحليه على بالي لا سكر. فريمون عجبتني، انا متابعين التجارب ديالهم واعر ما كاين حتى شي اكله ما عجبتنيش اولا تقززت منها ولا شي حاجه، بالعكس جميع 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 الوصفات الغريبه ديالكم عجبتني مذاقكم رائع. الوصفه المواليه هي هذه الوصفه جاتني بزاف ديال المرات، قالوا لي خدي باريزيانه وديري وسط منها ميلفي ديال الحانوت، ماشي الميلفي اللي كيتباع في لي باتيسري لا ميلفي اللي كيتباع في الحانوت. هذه الوصفه جاتني اكثر من مره فقررت اني نجربها. ما تلفوا لي حيت قريتهم البارح واليوم غاد كنديرهم عكس نقرا هادشي كامل. فالناس اللي كتبوا لي هاد الوصفه هادي بانوا لي لتحتي وقولوا واش كتعجبهم ولا لا. صو غادي نطلع اتس ايما 19 هي اللي بان لي. هنا جبت باريزيان قطعه من باريزيان خويت لها حيت لهاديك البابه اللي كتكون داخل، وهذا هو الميلفي ديالنا ديال الحانوت كيكون بهذه الطريقه كسديتو وحيلو. غادي نديروه هنايا وغادي ناكلوه ونشوفوا هاد الشيء هذا كي غادي يجي. يا بسم الله. صراحه هاد القضيه دي كنشوف راسي غادي نجربها مره اخرى، علاش؟ حيت ميل فيها بوحدو هذا ما كيشبعش، واخا تاكل يعني 5-6 ديال الحبات ما غاديش يشبعك كيدوخك. مي الخبز مع هاد ميل فيها هذا جا بحال لي الخبز شي حاجه حلوه كذا يعني، جا واحد الحاجه كتشبع. صور واحد لا بغى يشبع كرشو يشري باريزيانه ويشري ميل فيها اي حطها وسط منا. فريمون زوينه عجبتني هادي. الوصفه المواليه ديال رورو غوغو رورو جون كوك ديال قاتليك ديري قشره البرتقال. انا عندي قشره المندالين فيا اللي قطع البرتقال حيت قبيله استعملت المندالين والقشور ديالو حطيته بجانبا. النوتيلا كتجي زوينه، انا ما عنديش نوتيلا في الدار، ما عندي شوكولاته الدهن تقريبا لوغو ديالها بحال نوتيلا فغادي نديرها. وهاد الوصفه هادي جاتني كثر من مره ولكن الحظ طلع في روروجيون كوك كوك هي اللي غادي تطلع. سو خليني نجرب هاد الوصفه هادي. عندنا شوكولاته الدهن وعندي هنايا قشره مندالين ولا قيمه تقريبا المندالين والبرتقال تقريبا نفس المذاق.
لما غادي نستيطو برتقال كبير صافي غادي ندير غير شويه حيت ما عرف ما متفائلاش بهادي. ديجا شوف دي يوتيوبر داروا هاد اللعيبه هادي ديال القشره ديال الماندارين مع الشوكولاتة شي عجبته شي لا على حسب الناس والاذواق ديالهم. انا الذوق ديالي شويه ما كيعجبنيش داكشي المر ما كيعجبنيش داكشي اللي فيه شي لسعه بحال هكا. فالمهم غادي نجرب هاد النتفه هادي اللي شفتوها هنايا. فبسم الله صراحه ما عجبتنيش. قلت لكم انا 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 مع نفسيتي ما 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 ما, ما, ما سي ما غاديش تعجبني. فنفضل انني ندير ماندالين يعني ماندالين اللي داخل مع الشوكولات اما باش تقولوا لي ماندالين مع قشور قوي خليه واش ناكل القشور علاش مالي انايا مالي شيطان راسي ناكل انا قشور الماندالين ما عجبتنيش. ندوزو للوصفه المواليه. الوصفه المواليه ديال نيرمين تي تي ا مهم قالت لي ديري الخبز مع الماندالين والمايونيز. فخلينا نجربوا هذا العجب هذا ديال الخبز مع الماندالين مع المايونيز. صافي جبت هنا عاوتاني قطعه من الباريزيان حيت ما حددتليش اي نوع ديال الخبز. غادي نجرب هذا الخبز ديال الباريزيان هو اللي حدايا ما فيه اللي كيقلب على خبز اخر. صافي غادي ناخذ نحيدو هكا ونحيدلو هذه البابه اللي كتكون لداخل. غادي ندير من هذه الجهه هذه المايونيز ديروا هذه الجهه هذه قلنا المايونيز بهذه الطريقه هذه ومن الجهه الثانيه نحطوا قطع المندالين. لست مستبشرة خيرا في هذه الوصفه ولكن غادي نجربوها. يلا 3 2 1 يا بسم الله. عجبتني في الاول باش كليت قطعه ديال الماندالين كبيره حسيتها بالماندالين والخبز دونك جاتني حاجه عاديه. في المره الثانيه باش عديت المايونيز بزاف مع الماندالين فما عجبتنيش يعني معجبتنيش. ما عرف ما جاتنيش انا المايونيز مع الماندالين لا 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 علاقه لهاد حاجه حامضه مع حاجه يعني البيض صاحبي مايونيز راه فيه البيض مع الماندالين هي لا لا ما عجبتنيش. الوصفه المواليه ديال نور البيض قالت لي ديري اندومي مع كوكاكولا روعه اسم مولات الاختراع مروه. هاي مروه خلينا نجربوا هاد اندومي مع كوكاكولا ونشوفوا كي عادي تخرج. جبت هنا عاوتاني واحد الكميه قليله من الاندومي ما بغيتش خوتي نضيع اندومي بزاف حيت عاد شي ترمج الزبل الا ما عجبتنيش بحال ديال قبيله كليته ما بقى فيها والو بقى واحد شتيتو في القاع ما بغيتش نزيد باش ما نغلقش. مي هذا ديال كوكا مش مستبشره خير. فخلينا نجربوا. عندي هنايا كوكا غادي نديرها هنايا فغادي نخلط كوكا مع اندومي لنجرب بسم الله. يا ليتك استخرتي يا اختي يا مروه قبل ما تعطيني هاد الوصفه هادي. اصلا ما فيها شي مذاق غير المذاق ديال غير الاندومي حسيتها بحال تعجنت لي فمي ما عجبتنيش. اسوء تجربه لهاد النهار هذا هي هاد الوجبه هادي اللي درتها دابا ديال كوكا مع اندومي. ما كنصح بها حتى شي واحد. اختي مروه عندك القلب كبير وعندك القلب يستحمل العجائب. تحيه صراحه انا وصلت للطوب من الوصفات اليوم. حاولت نجرب كما قلت لكم غير شويه من الوصفات اللي عطيتوني. اذا بغيتوني ندير الجزء الثاني كتبوه لي لتحت. مي الصراحه احسن وصفه لهذا النهار هي هاد العيش هذا بالجبن وطماطم والزعتر فريمون زوين بزاف. واسوء وصفه ديال هاد النهار هي هاد اندومي بكوكا فريمون ما عجبتنيش مره. ضيعت كوكا وضيعت اندومي مي فريمون هادي غادي نجربها مره اخرى. بهذا كنكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو. ما بقى لي نقول لكم غير بالسلام عليكم تهلاو فراسكم ونشوفكم في لا فيديو الجاي. باي باي.